مرحبا ملايين بكل من يتابعنا على قناة الفجيرة مطلع الشمس. حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم 7/7 واللي طلع عليكم من إمارة الفجيرة من مطلع الشمس. طبعا هذه الإمارة الجميلة والرائعة، واليوم عندنا مواضيع مختلفة وضيوف أيضا مختلفين ومتنوعين، مواضيع جميلة تهم الأسرة والمجتمع بشكل عام. بداية بنطلع على أبرز الأخبار، حيث انطلقت في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يشهد عقد أكثر من 30 اجتماعا لفرق العمل الحكومية في مختلف القطاعات لبحث القضايا الوطنية وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071. حيث شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركة 450 من سمو الشيوخ أولياء العهود ورؤساء المجالس التنفيذية في الإمارات، إلى جانب الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الاتحادية ورؤساء الجهات الحكومية المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية ومديري عموم الجهات المحلية والوكلاء المساعدين والمديرين التنفيذيين. وتم خلال الاجتماعات إطلاق استراتيجيات وطنية طويلة المدى، هي استراتيجية القوى الناعمة للإمارات واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036. كما تم إطلاق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاع مشترك بين المستويين الاتحادي والمحلي، واستعراض الواقع الجيوسياسي العالمي، وإضافة إلى مناقشة مستهدفات أو أهداف الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2021. تسعى الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إلى متابعة المستهدفات والنتائج التي تحققت ضمن رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في شتى المجالات. كما تهدف الاجتماعات إلى توفير منصة هي الأكبر والأشمل من نوعها تجمع بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات التنموية ورسم الخطط والبرامج وسياسات العمل ذات الصلة، علاوة على موائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق فيما بينهما وبدء العمل بالتخطيط لمئوية الإمارات 2071. تحياتي في يوم العز للجمهور والشعار، يقول شاعر يوم أعلن الدارة مفاخرها، لكم منها قصيدة مبتداها يلفت الأنظار وتاقف له جماهير الشعر التقدير فاخرها. معانيها في حب الدار واللي يسكنون الدار، وإذا عاصت معانيها ترى ماني بشاعرها، ومن يعشق سوات السبق ويضمر سوات عمار جزيلات البحور الطاوعة ويجيب نادرها. يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار، فهل يعقل صعيبات القوافي ما يسخرها؟ يسخرها وشعره دون داره صار من بتار، وروحه دون حد ترابها ما هو بذاخرها. تغطرس يا وطن غصنك اخضر والسما متراب، تحضل للشيوخ اللي تقدرك وتقدرها،
خليفة للولد مثل الأبو للأب ابن مبار خليفة فزعة الضعاف دولتنا وأكبرها خليفة للضيوف معز وللجار نعم الجار وللأمة خليفة ذخر الأشحات مذاخرها خليفة كل ما قامت هل الفتنة تشب النار يطفي نارها وأهل الفتن بالعزم يدحرها نصفرلك بدم الروح كلمة دون كل عمار رخيصة وانت غالي والمنايا ما تغيرها ولو تبغي نسطنها بدم عداك لا تحتار بدم عداك لا تحتار حلنا لك نسطنها ونايف رئيس الدولة زعيم الفكر والابهار تدور والدهل افكار لاجل انه يفكرها شعاره من خلقها الله تحدى معظم الافكار يخوض بمعركة الافكار واهل الفكر ينصرها ومن هذا شعاره للتقدم نعتبره شعار وتشهد له دبي اللي يسر العين نظرها وابو خالد على ركب المعزه كمل المشوار محبته بقلوب الناس تنشاف وجوده نعمة منك لنا يا الواحد الغفار تجلت قدرتك يا الليل للنعمة مقدرها تفاخر يا وطن في ظل حكامك ومهما صار لا ترهب كل قلوب اللي كثير الحسد ناخرها عليك عليك قلوب عشاقك تجدد حبها ويغار بعضها من بعض واسمك تغنى بحناجرها وإذا دارت راحات المعركة شعبك لعينك ثار قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابرها نحب المركز الأول ولا غيره نبي نختار الأرقام القياسية بهمتنا نكسرها صدق ما قاله المتنبي المتفرد المغوار بفكره ودي استنسخ معانيها وكررها يقول ان الكبيرة دائما تصغر في عين كبار ولكن الصغيرة في عيون صغار مكبرها وانا اقول في عيون شيوخنا كل الكبار الصغار فحنكتهم كبيرات الامور الله مصغرها لنا ثورة بناها زايد الخالد وحن ثوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها وانا لا جيت اسافر ما خذيت من البلد تذكار علشان اتذكرها علشان اتذكرها نعم دمي تجري محبتها وباستمرار اسافر بالجسد والروح تبقى مع مشاعرها تحياتي في يوم العز للجمهور والشعار يقول شاعر يوم اعلن الدار مفاخرها قصيدة مبتدأها يلفت الأنظار وتعال
الشعر تقدير فاخرها معانيها في حب الدار واللي يسكنون الدار وإذا عاصت معانيها ترى ماني بشعرها ويعشق سوات السبق ويضمر سوات أعمار جزيلات البحور الطاوعة ويجيب نادرها يسخر كل تمات الهجن في داخل المضمار فهل يعقل صعبات القوى في ما نحب المركز الأول ولا غيره نبي نختار كلمات جميلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد فزاع هذه الكلمات اللي تغنى بها مجموعة من الفنانين الإماراتيين افتخارا بهذا الوطن الجميل والغالي والكل طبعا يسعى لرفعة هذا الوطن الجميل. مشاهدينا نحن مستمرين معكم في فقراتنا واليوم طبعا مواضيعنا متنوعة وجميلة. بداية راح نكون مع الأخبار المنوعة مع الزميلة ليالي وأيضا في فقرة 360 راح تكون طبعا فقرة عن وزارة التعليم التربية والتعليم تمنع 18 صنف غذائي. وأيضا شو عندنا؟ بيكون معانا فقرة زايد الخير في محطة جديدة وشخصية جديدة من شخصيات عظماء من التاريخ. والحين كالعادة بنسير لأول طبعا فقرة عندنا في برنامجنا إلى الأخبار المنوعة. يسعد لي مساك ليالي. مساء النور والسرور لكم زميلي سهام وعلي ولكل مشاهدي برنامج 7 على 7. ونورنا علي. اليوم هناك خبر يقول انه زميلنا علي سجل يومين غياب عن برنامج 7 على 7 وهذا امر غير مستحب. معلت المخرج حتى واليوم ارى الزهور ترحيبا بك ورد علي ورد حق يرحبون في انا من يومين مو شيء ورد هذا تمييز عنصري لا يعني مشكورين على الورد اول شيء وبعدين هذا يعتبر يعني من ضمن الاخبار اللي اليوم تنشرينها يعني. اول خبر يا سلام شوف الاخبار الفاجعه يعني. شكرا لكم يعطيك العافيه. جولة جديدة على أبرز الأخبار المنوعة لليوم الثلاثاء الموافق 26 من أيلول سبتمبر 2017. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة. وقال معالي الصقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قال إن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، مشيرا إلى أن القانون يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم سيادة القانون وموائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال استقباله أمس أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أكد أن مصر تطلع بدور قومي خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان خلال المباحثات أهمية تعزيز تكاتف الإمارات ومصر والسعودية والبحرين لترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار في المنطقة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقاء سموه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص قيادتي الإمارات ومصر على التشاور والتنسيق المستمرين بشأن كل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين وسبل استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها. وقال سموه إن التنسيق الإماراتي المصري
أثبت على مدى السنوات الماضية صلابته في مواجهة التحديات في المنطقة، وفي مقدمتها تحدي الإرهاب الذي غدا تهديدا عالميا خطيرا، مما يستدعي وقفة عربية وإقليمية ودولية جادة وحاسمة في مواجهة هذا الخطر الذي يستهدف الجميع دون استثناء. وقال سموه إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تقف بقوة إلى جانب شقيقتها مصر في حربها ضد الإرهاب الذي لن يستطيع أن يوقف أو يعطل رؤيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية والتقدم والرفاه لشعبها. من جهة أخرى، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتوجيه مساعدات إنسانية إضافية إلى لاجئي الروهينجا، وذلك للتخفيف من معاناتهم، خاصة الفارين منهم من أعمال العنف في ميانمار إلى بنغلاديش، طلبا للمأوى الآمن، إذ تأتي هذه اللفتة الإنسانية الكريمة دعما للجهود الإنسانية الممثلة في إسهامات المنظمات الإنسانية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس دار الحكومة في ولاية كيرلا بجمهورية الهند الصديقة. كان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى الدار كل من جاستس بي ساديس بوم محافظ ولاية كيرلا ومعالي شري بناراي فيجايان رئيس حكومة الولاية وعدد من معالي الوزراء أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في كيرلا. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس في مكتبه بالديوان الأميري رئيس مجلس إدارة نادي شطرنج الفجيرة الدكتور عبد الله آل بركت ونائبه محمد الزعابي وعدد من اللاعبين والإداريين لفريق شطرنج الفجيرة، وذلك بحضور سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد. وبارك سموه للاعبين والنادي إنجازاتهم الرياضية مشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهروا به في البطولات التي شاركوا فيها، وذلك بنيلهم مراكز متقدمة في المنافسات التي خاضوها. وحث سموه اللاعبين على بذل المزيد من التدريب المتواصل وزيادة التركيز للحفاظ على تفوقهم الذهني وتعزيزه بتحقيق إنجازات أفضل تسجل باسم دولة الإمارات العربية المتحدة. كما اطلع سموه على مشروع بناء النادي المستقبلي وتفاصيل النسخة الأولى من بطولة القدرة الشطرنجية التي سيقيمها النادي برعاية سموه. على صعيد آخر، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أهمية مواكبة التطور العالمي في مجال التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتها المختلفة والعمل على الاستفادة منها في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور في جميع القطاعات. جاء ذلك بمناسبة انطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي ذاتي القيادة، وذلك بحضور سمو يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. في سياق آخر، وقبيل توجهه إلى الإمارات العربية المتحدة برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووفد من الحكومة المصرية لبحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية، قال وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قبيل قال إن الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول بقائمة الدول الأكثر استثمارا في السوق المصري على مستوى العالم بواقع 6 مليارات و200 مليون دولار. وأضاف طارق قبيل إن الإمارات تعمل على 868 مشروعا في مصر في قطاع الاتصالات والبنوك والعقارات والسياحة،
مشيرا إلى أن ترويج الوزارة المستمر للمنتج الوطني في الأسواق العالمية زاد من الصادرات المصرية للسوق الإماراتي، مؤكدا أنه في الآونة الأخيرة هناك زخما غير مسبوق من المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين. في موضوع آخر، خصصت شركة موانئ أبو ظبي 1 مليار درهم لتوسعة وتطوير البنى الأساسية والتجهيزات والمعدات في ميناء الفجيرة، وذكرت مد أن الشركة أعلنت عن تلك الاستثمارات بمناسبة انطلاق إدارة وتشغيل عمليات الميناء التجارية من قبلها بدءا من 23 من سبتمبر الجاري، بعد أن كانت تحت إدارة شركة موانئ دبي العالمية. وكانت شركة موانئ أبو ظبي قد أنشأت كيانا جديدا لإدارة الميناء تحت اسم مرافق الفجيرة لتتولى إدارة وتشغيل الميناء من خلال امتياز مدته 35 عاما. نتابع هذه الجولة مشاهدينا، حيث تنمو حركة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لتتجاوز 50 مليار دولار، ما يعادل 185 مليار درهم سنويا بحلول العام 2020 بحسب جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية. وقال الكيت في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أسبوع الصين للتجارة في أبو ظبي، قال إن جمهورية الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري غير نفطي مع الإمارات خلال الربع الأول من العام 2017، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الصين والإمارات نحو 12 مليار دولار بنسبة تعادل 13.5% من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وأضاف أن الإمارات أصبحت المعبر الرئيس لحركة التجارة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، حتى أصبح الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، فيما يوجد في سوق الإمارات أكثر من 4000 شركة صينية ونحو 5000 علامة تجارية صينية مسجلة في وزارة الاقتصاد. نهاية الجولة مشاهدينا، إلى اللقاء. الله يعطيك العافية على الأخبار الجميلة والمتنوعة. متابعينا، بنكمل معاكم فقراتنا، ومع فقرتنا الثانية فقرة عن قرب. مشاهدينا، للمجتمع المحلي وتسهيل التجارة الخارجية من خلال تقليل المخاطر الأمنية الناشئة طبعا عن السفر والتجارة الدولية. طبعا تسعى دائرة جمارك الفجيرة إلى توفير خدماتها الخارجية من خلال هذه الأشياء إلى تقليل هذه المخاطر بمنافذ إمارة الفجيرة وتعزيز قدرة الإمارة على المنافسة في مجال التجارة العالمية وتسهيل حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ. ولمعرفة المزيد عن نشاطاتها وخدماتها، معنا في الاستوديو سعادة راشد محمد بن حماد، مدير عام جمارك الفجيرة. أهلا وسهلا فيك سعادتك. مرحبتين، حياك الله. يا مرحبا. سعيدين جدا سعادتك بهذا اللقاء. وإحنا كذلك سعيد وأتشرف بهذا اللقاء أمانة يعني. الله يعطيك العافية. وأرجو أن أكون عند حسن ظن إخواننا المشاهدين الله يعني. وإدارة الاستوديو، ويكون نظيف خفيف. لا انت خفيف الله يحفظك. الله يحفظك. وزن طعمه شويه. الله يعطيك العافيه. سعادتك، في البدايه بنتكلم عن نشأة جمارك الفجيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة الجمارك انشئت بمرسوم اميري عام 1983 من لدن سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الفجيرة حفظه الله. وكان نشأتها على اساس انه يكون للمجتمع المحلي، يكون هناك جمارك، كون هناك في ميناء وفي مطار، لابد هناك كذلك دائرة الجمارك بحيث انه عمليه حركه التجاره وهكذا. وفضل يعني في بدايه التاسيس او انشاء هذه الدائره، انشات بعدد اقل، كان عدد الموظفين اقل ما يقارب 12 موظف، والاقسام هناك قسمين كان في البداية، قسم تخليص البضائع، وحينها كان بضائع اللهم صل محمد، بضائع صادرات الاسمنت من مصنع الاسمنت تصدر إلى بعض الدول، وواردات هناك في شركة هولدنفيست أستراليا كانت
تورد المواشي جلكم الله، وهذا في ناحية الاتراد. ومن ثم القسم الثاني قسم تسجيل القوارب، ونيطة لها مهمة تسجيل القوارب الصيد وهكذا، واستخرج لها رخص مثل ما يسمى القول. وحتى في وقت آخر حول أو الموضوع هذا إلى وزارة الزراعة حينها. والآن بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو حاكم الإمارة حفظ الله، ومتابعة من سيدي ولي العهد الشيخ محمد الشرقي وسمو الشيخ صالح محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، لترجمة هذه التوجيهات السامية على أرض الواقع. فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور طيبة، وأصبح العدد يعني توجيهاتهم أنه لابد نهتم بالعنصر البشري. ودائما يصر على صاحب السمو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الشرقي يصر على انه لابد نعطي مجال لاولادنا الشباب للانخراط في السلك الجمركي. والحمد لله اصبح من 12 موظف انا يعني صراحه الى 145 موظف ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله في مرحله وجيزه اذا صحيح. ما قسناها صحيح أوكي. فالحمد لله. وكذلك الأقسام من 12 قسم إلى 10 أقسام. نعم، بنتكلم عن هذه النقلات سعادتك، يعني تذكرت أن البداية كانت بسيطة. نعم وكانت نعم. يعني جميلة، وهناك قفزات خلينا نقول تطورات جميلة وملاحظة لطبعا جمارك الفجيرة. دعنا نتحدث عن هذه النقلات والتطور السريع الذي حدث، لو يعني نذكر أسبابها، أسباب هذا التطور السريع لجمارك الفجيرة. أسباب التطور يعني ملحوظ أن الإنسان ما يبقى على حاله. نعم. يتطور حتى في السن، يكبر شوي شوي أوكي. نعم. وكل سن له دور. هذا الميناء أصبح في البداية نواة صغيرة، ومن ثم كبر وأصبح الحين يعني نعم. يضاهي مواني العالمية. نعم. كذلك الجمارك لابد أن تكون تواكب هذا الزخم أو هذا التطور. صحيح. لابد من أن يكون موازاة. ونحن بالفعل يعني بفضل توجيهات الحكومه الرشيده، حكومه الاماره وحكومه الدوله الامارات العربيه المتحده، بجعل كذلك منافذ الدوله بصفه عامه أن تكون متماسكه وتكون قويه، وكلها البنيه التحتيه تكون على طول يعني من ناحيه احدث الاشياء. نعم. اوكي، من افراد الى 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 الى, إلى اجهزه أوكي. فهذا التطور اللي قلت اخي انه هذا التطور يعني على اساس انه الاقسام اصبح في انشطه زادت. نعم. في تجاره زادت، حركه تجاريه بدل ما يكون في اقبال الشركات الخارجيه ايضا للمينا. ايوه جميل. فهذا احنا اعتقد الامور راح اتكلم فيها باذن الله تعالى، فالامور ان شاء الله. سعادتك لو تتكلم عن الجهات المتعاونه معاكم وطريقه التعاون ما بينكم، يعني اذا كان التعاون الحمد لله بفضل الله احنا في تعاون في كثير جهات. نعم. يعني المؤسسات الحكوميه الاتحاديه ولا الخاصه. نعم. الهيئات هذه التعاون مع المؤسسات الثانيه، هذا تعاون لابد انه يكون موجود. ليش؟ لان حركه التجاره البضائع هنا الان في تعاون بخصوص البضائع. نعم. يعني في بضائع هناك، اذا تكلم عن بضائع في بضائع محفيه من الرسوم، وبضائع مرسمه، وبضائع مقيده. جينا للمقيدة. المقيدة يعني في هناك جهات رسمية حكومية، إلى أن لابد من الإفساح عن هذه البضاعة لابد من موافقة من هذه الجهة الحكومية. فهذا في نوع من التعاون بيننا احنا باستمرار في بالتواصل، وخاصة الأيام هذه كله بالإلكتروني، ربط الإلكتروني وهكذا. وكذلك في جهات أخرى يعني صراحة يعني في تعاون بيننا احنا كنوع مؤسسات اللي من ناحيه الموظفين، التدريب الموظفين والاجهزه. هذا لا صراحه انا الكل انا اشكرهم امانه اوكي، ولكن بالاخص كونهم هذول قريبين اكثر يعني، وبشكل تقول يعني اسبوعي او شهري دائما معهم. هذا مثلا الهيئه الاتحاديه للجمارك، وانا يعني عضو في الهيئه الاتحاديه للجمارك، وتحت مظله الهيئه الاتحاديه للجمارك من حيث القوانين الجمركيه على مستوى نعم. الدوله اوكي. وهذا صراحه الهيئه الاتحاديه للجمارك هي يعني على طول مثل الابن وابو
اوكي هي فالناحيه الاجهزه ناحيه هذا كله يعني عن طريقهم هم فيه تكون موحده وكذلك التدريب الافراد وهكذا نتطرق لهذا الموضوع وكذلك يعني من ناحيه الجهه الثانيه الهيئه العامه للمنافذ والحدود المناطق الحره هذا كذلك نفس الشيء هذا الهيئتين هذا فيه تعاون مستمر حتى ما يعني لا يخدم بخيل يعني هم صراحة يخدمون يعني صراحة معان متعاونين معانا كثير وبالأمان إن الأسبوع الماضي كان معالي المفوض العام رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك كان أوريدي دشن جهاز يعني متحرك للحاويات هذا الجهاز هذا أحدث جهاز على المستوى أقول يعني ممكن عالمي نعم وهذه الهيئه هذه احنا تحاول تمرير هذه الاجهزه كلها في منافذ نعم. الدوله واصبح جمارك الفجيره لها دور نعم سعادتك يعني ذكرت في البدايه ان ميناء الفجيره كان صغير ومن ثم كبر وايضا ما شاء الله صارت هناك تعاونات داخليه على مستوى الامارات وايضا عالميا دعنا نتحدث عن ما هي الشركات والمؤسسات التي طبعا تتخذ ميناء الفجيره يعني مكانا لمثلا توزيع بضائعها او ايضا هذا الميناء من اين يستقبل بضائعه الشركات الانسان يوم اي شيء شخص يحصل خبر طيب في مكان معين يحاول انه يسال يقول والله انا حصلت مكان فتحاول انك تسمع وتحاول تقرب عن القرب تاكد من الموضوع صحيح فالشركات لولا يعني لولا انه وجود البنيه التحتيه للاماره اوكي والبنيه التحتيه مثل المنافذ مثل الميناء والمطار والحدود ان شاء الله فهذا اصبح الشركه يعني ما بتنظر له ولكن في هناك في من ناحيه الجاهزيه الميناء موجوده وكذلك الموقع الاستراتيجي اللي للاماره وبصفه عامه والميناء الفجيره بصفه خاصه على خارج مضيق هرمز وعلى المحيط الهندي صحيح. هذا يعطي يعني رغبه للشركات اوكي او للسفن انه اقرب لها بدل ما تدخل هناك وهذا احنا الحين الحركه بدت يعني امانه انا اشوف في تطور والشركات اللي بما تفضلت انه في الميناء والمنطقه الحره اوريدي المنطقه الحره ما شاء الله عليه شركات يعني كثير وكثير من جعلت من منطقه الحره مركز لانشطتها لتصدير واستيراد البضائع من والى خارج الدوله وداخل الدوله. جميل. سعادتك في سياق الحديث تكلمت عن الدورات التي تقدم للموظفين، لو بنتكلم اكثر عن هذه الدورات وعلى ماذا تتضمن؟ الدورات الله يسلمش الدورات هي تنقسم الى قسمين دورات ما يخص الاداره انا لابد ان يكونوا عندي موظفين لابد ان اثقلهم بالمعلومات احنا كون الموظف لما يجي عندنا اوكي يعني نعطيه فرصه لمده 6 شهور يتدرب حلو يتدرب هذا في عندنا قسم للتدريب هذا يعني انه يقوم بتوظيف الاشخاص مقابلتهم ثم توزيعهم وتدريب لمده 6 شهور بعد 6 شهور هناك في دورات بما قلت لكم انه في هيئه تحدي الجمارك وهيئه المنافذ وامانه المسؤولين جزاهم الله خير على راسهم سمو الشيخ سيف بن زايد وزاره الداخليه امانه انهم كلهم متعاونين معنا وكلهم اما يتواصل معنا راشد نبغي اذا في افراد ممكن طرشهم في دورات كذا في دورات تخصصيه فنحن في دورات في التخصصيه في الاداره ما يعني الاداره من حيث الحسابات من ناحيه التوظيف كل ما يخص الاداره وكذلك من ناحيه المفتشين كون تخصصهم لغه الجسد وما يشابه التفتيش وتفتيش اجهزه وخير وكله فالدورات هذه من خلال تعاون الجهات اللي قلت لكم عليها مع دائره الجمارك في دورات خاصه حق المتميزين
يعني افراد متميزين معاكم فلهم دورات خاصه مثلا ام الكل نفس الدورات؟ لا لا لا، المتميزين لابد انه يكون يثقلوا اكثر. اوكي، يعني لما انا اشوف كلهم صراحه انا ما ادمهم، ولكن انا في اشخاص لابد يكون نوع يعني يطلع الشخص متميز طبعا، ولكن هذا الشخص لابد انه حتى انه شوي تخصص معين مثلا. ايوه وتخصص معين، فهذا في عندنا اشخاص واحنا والحين بادين امانه اسرع بدون مجامله، واعتقد اللي بيسمعني وبيشوفني بتاكد. نعم. فبس انا اتحرك او هذا ببطء. نعم. ولكن بدراسه. نعم. ما فيه يعني عملتين انا خذيت واحد ووريت اعطيته الدوره هذه، لا لابد انه هل يستحق او ما يستحق، وين بحطيه عقب الدوره هذه. صحيح. فالحين الان الحين امس كانت عندنا دوره، وارد اليوم اصبح في دوره كانت في دبي الحين. نعم. بدوا معانا اوكي يدربوا من يوم بدوا في. نعم. في الاداره تدريب الموظفين. نعم. الموجودين على. نعم. مدى الثلاث ايام القادمه. نعم. سعادتك كلمه اخيره حاب تختم فيها هذا اللقاء. والله إذا من ناحيه الكلمه ما شاء الله الـ 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 الكلمه انا ابغي ان ارجو ان اكون هذه انه رسالتكم انتم من جمارك الفجيره يعني للمجتمع بشكل عام، وايضا واستراتيجيتكم القادمه في المستقبل باذن الله تعالى. والله استراتيجيتنا القادمه ان شاء الله احنا نطور في تطور اكثر باذن الله وباذن الله تعالى، ونحن احنا محتاج احنا في توجه انه يكون في مركز جمركي في منطقة حرة، في منطقة اللي قريب بوادي مير منطقة الثالثة الحرة. نعم. هناك راح يكون مركز تجاري يعني مركز جمركي. المركز الجمركي كيف نقصد عليه؟ يعني هو يخلص ويفتش نفس الوقت. جميل. حتى ما يرجع التاجر إلى الإدارة. صحيح. أو إلى قسم العمليات في الإدارة. صحيح. أوكي. هذا وكذلك إحنا أنا أتمنى من الإخوان المشاهدين إنه يعني في هناك ويب سايت للدائرة ممكن يدخل عليه من خلاله إن شاء الله يعرفون خدمات. أتمنى تكون موجودة خدمات، وكذلك ممكن يزورونا أهلا وسهلا، الباب مفتوح ونتشرف، وهذه توصية أمانة يعني إن للكل بإذن الله. يحفظك وأشكركم أمانة إن شاء الله. سعادة راشد محمد بن حماد مدير عام جمارك الفجيرة، شكرا لتواجدك معنا اليوم في برنامج 7 على 7. شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق بإذن الله. آمين يا رب، وياكم إن شاء الله الإمارة والدولة بإذن الله تعالى كل التوفيق والنجاح لكم أنتم إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية، شكرا لكم، وأكيد نحن مستمرين معكم مشاهدين. ونطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا. حان الآن، رجعنا لكم متابعينا، بنكمل معكم فقراتنا وإلى إمارة رأس الخيمة. بعد تقديم الخدمات الطبية لمرضى والمراجعين وفقا لمعايير وطنية عالمية، استطاع مستشفى خليفة التخصصي في إمارة رأس الخيمة أن يصبح واجهة لعلاج السياحي في المنطقة باستقباله أكثر من 700 سائحا من 50 دولة مختلفة حول العالم. التفاصيل أكثر عبر الهاتف مع الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في المستشفى. حياك الله يا دكتور معنا، وسعيدين جدا بتواجدك معنا. يا مرحبا دكتور. سجل المستشفى خلال عامين ما شاء الله استقبال أكثر من 700 سائح، ما هي الجنسيات التي قصدت المستشفى للعلاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتكلم أول شيء لو تسمح لي فضل. على الخدمات اللي نقدمها في المستشفى. خذ راحتك. التخصصي هنا يعطيك العافية. طبعا مستشفى الشيخ خليفة التخصصي هو من احد مبادرات صاحب سمو رئيس الدوله الله يحفظه لدعم الخدمات الصحيه في المناطق الشماليه بثلاث مراكز متميزه، مركز طب وجراحه الاعصاب، ومركز طب وجراحه القلب، ومركز طب وجراحه الاورام. ليش سميناها تخصصي؟ لان الحالات اللي تجي على المستشفى لازم تكون حالات محوله للمستشفيات العامه اللي موجوده، سواء كانت مستشفيات داخل الامارات او مستشفيات خارج الامارات. طبعا الهدف الرئيسي لإنسان المستشفى هو التقليل من العبء على المواطنين الدرجة الأولى صراحة اللي كانوا يستأخذون العلاجات خارج الدولة، والحمد لله ولله الحمد يعني هناك مجموعة كبيرة من طبعا المواطنين اللي كانوا يتعالجون فترات معينة في دول ثانية لأن العلاج ما كان متوفر وما ذلك. طبعا تم التوقيع من قبل وزارة الشؤون الرئاسة متمثلة بمكتب الطبي التابع للوزارة
مع سيول ناشونال يونيفرسيتي هوسبيتال وهو المستشفى الجامعي الطبي في سيول بكوريا الجنوبية لكي يتم تشغيل هذا المستشفى لمدة 5 سنوات. طبعا سيول ناشونال يونيفرسيتي هوسبيتال المستشفى الجامعي بكوريا هو يعني المستشفيات الرائدة في المنطقة، يعتبر حوالي 10 مستشفى على مستوى العالم في موضوع البحوث وموضوع التخصصات الثلاثة اللي احنا ذكرناها. بالنسبة طبعا ارجع الى سؤالك استاذي العزيز، بالنسبة الى طبعا السائحين اللي احنا يعني استقبلناهم اللي 700 الى الان، طبعا منذ يعني تشييد المستشفى حوالي تقريبا 6-8 اشهر ولله الحمد. طبعا السياح بشكل عام كانوا من عدة دول، طبعا الغالبية العظمى كانوا من دول الخليجية، نعم، وكانوا أيضا من دول مجلس التعاون لأن حوالي أكثر من 160 حالة، وأيضا حوالي أكثر من 70 حالة من دول أوروبا وروسيا وما إلى ذلك، يعني من أمريكا تقريبا حوالي 50 سائح. طبعا هم طبعا يعني كوننا موجودين يعني الموقع مالنا موقع استراتيجي ولله الحمد، طبعا هناك مقومات اساسيه التي الدوله ايضا على صعيد السياحه العاديه بشكل عام، واهم هذه المقومات هي الاستقرار السياسي والامن الاقتصادي. اذا ما يكون عندك اقتصاد سياسي وامن اقتصادي بطبيعه الحال هذا ريفلكت يعني هذا ياثر طبعا صحيح. وموقع ايضا المستشفى الجغرافي المتميز طبعا في يعني على شارع الشهداء بين شارع محمد بن زايد شارع الامارات، وايضا في نفس الوقت وجود بنيه يعني تحتيه دائم للسياحه العلاجيه يعني مثل شبكه من المطارات ما شاء الله، مطار راس الخيمه، مطار دبي، مطار اماره الشارجه القريب مثلا، وطبعا عدد كبير من الفنادق والمراكز التجاريه يعني المتوفره ولله الحمد. طبعا هذا كله راح يلعب دور. دكتور لو نتكلم عن الحالات المرضيه اللي تم استقبالها وعلاجها في المستشفى. نعم، الحالات اختي العزيزه هي حالات القلبيه، يعني جلطات القلب، ستروكس، جلطات الدماغيه، حالات الجراحيه المعقده والبسيطه مثل التهابات الدود الزادي، يعني تعرف هذه الدود الزادي طبعا التهابات تكون يعني شديده وتكون أكيد. بدون شو اسمه طبعا لازم تدخل طبعا، وهذه كلهم سياح جايين يعني بشكل عام طبعا يزورون المكان. طبعا هناك ايضا سياح جايين ايضا لعلاج السرطانات يعني طبعا، واللي تاخذ فتره طويله طبعا فيهم يجون هي سياحه ويجون مره ثانيه ويراجعون على حسب كل 3 اشهر، وجراحات الاعصاب بشكل عام. في شيء ابغى اذكره لو تسمحوا لي، هو ان هناك في استراتيجيه عندنا بالنسبه للسياحه العلاجيه، وهو ان يعني نقوم باستقطاب السياحه عبر 3 باقات رئيسيه عندنا. ودشلنا هذه الباقات في العيد الوطني على بدايه السنه هذه، والباقه الرئيسيه هي باقه اساسيه والفحص المبكر لجميع الامراض بشكل عام خصوصا الامراض المزمنه. الباقه الثانيه هي باقه فحص الاورام، امراض يعني فحوصات دم وفحوصات اشعه وما الى ذلك للاشخاص اللي يبغون يتاكدون اذا ما عندهم شيء وما الى ذلك، لان الوقايه خير من العلاج في النهايه. الباقة الثالثة هي باقة أمراض القلب والأوعية الدموية، أيضا باقة خاصة للكشف على الأمراض اللي يعني الأشخاص اللي يكونون معرضين أكثر لهذا. فبالتالي ال3 باقات هاي حنا صراحة من ضمن استراتيجية المستشفى في السياحة العلاجية. الشيء الثاني هو إحنا المستشفى صراحة نهدف إلى يعني تعزيز الموقع التنافسي للإمارة نفسها. جميل. هنا لأن تعرف إمارة يعني إمارة صغيرة كإمارة جميلة مثل إمارة الفجيرة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى راح يكون عندنا مستشفى رابع يعني كأحد مبادرات صاحب رئيس الدولة إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تعالى لدعم القطاع الطبي في إمارة الفجيرة بإذن الله تعالى. دكتور بس لو ننتقل أيضا إلى يعني البرنامج الوطني للفحص المبكر ما شاء الله موجود عندكم في المستشفى، ما هي التحضيرات والتجهيزات في هذا المجال؟ نعم يعطيك العافية على السؤال. طبعا نحن صراحة يعني باشتراك مع وزارة الصحة هن المرجع الرئيسي في الإمارات الشمالية بالنسبة إلى البرنامج الوطني للأورام بشكل عام.
الى الان يعني القراءات احنا قراءات ثانويه نقول يعني بمعنى فحوصات الماموغرام اول شيء، ولان احنا مستشفى يعني مرجعي فبالتالي يتم القراءه عن طريق الاستشاريين الموجودين عندنا من كوريا من الدول الثانيه. طبعا من 4000 حاله الى اليوم احنا سوينا القراءات، اكتشفنا اكثر من 10 حالات في سرطان الثدي كانت في مراحل البدائية، فتعاملنا مع المرض ولله الحمد، وطبعا هذه المواطنين ولله الحمد يعني تم استئصال المرض، واثنين من المرضى يعني راحوا على برنامج الكيموثيرابي اللي هو العلاج بالأشعة والعلاج بالأدوية، ولله الحمد حالاته مستقرة وما ذلك. يعني أهمية هذا البرنامج المواطني طبعا الكشف المبكر هذا يعني يعني دلالة واضحة على تكشف الموضوع وبالتالي التعامل معه بالطريقة الصحيحة يعني في وقت مبكر على أساس الأمراض هاي أستاذ العزيز، وهو أنها تنتشر يعني إذا ما تم يعني التعامل معها من البداية وكسرها طبعا. أكيد. كلمة أخيرة دكتور. تفضل. كلمة أخيرة. طبعا طبعا يعني هذا الفضل طبعا أولا وأخيرا ترجمة يعني هذه المستشفى ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد نهيا رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات المستمرة بضرورة تقديم خدمات صحية محلية ذات جودة عالية ماشية مع المعايير العالمية، ويعطيكم ألف عافية وشكرا لاستضافتكم. الله يحفظك، واجبنا واجبنا يا دكتور، والله يعافيك ويعافي جميع، يعافيكم انتم على جهودكم اللي تقومون فيها، جزاكم الله خير. وايضا هذه دعوة للجميع انه يعني ياخذ على نفسه الحيطة والحذر يعني أنه يروح المستشفى دائما يكشف عن نفسه طبعا ليتجنب الكثير من الأمراض التي قد يكتشفها في يعني في وقت يمكن يسمى الوقت الضايع. أكيد. الله يعافي الجميع إن شاء الله، وشكرا لك يا دكتور على هذه الفقرة. واجب شاكرين. شكرا شكرا، وأكيد نحن مستمرين معكم مشاهدينا، وإلى الفقرة التالية والجميلة على قلوبنا نروح لزايد الخير. متابعينا، حظي المجلس الوطني الاتحادي احدى السلطات الدستوريه الخمس منذ عقد اول جلساته بتاريخ 12 فبراير عام 1972 باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له باذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه، وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلوره لقناعته باهميه مشاركه المواطنين في قياده العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم. وكان يعتبر المجلس احدى المؤسسات الدستوريه التي من خلالها تترسخ وتتجسد الممارسات السياسيه والمشاركه في عمليه البناء والتنميه. ومنذ اللحظات الأولى التي تسلم بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد مقاليد الحكم، أدرك قيمة المشورة وتبادل الرأي فيما يخص قضايا الوطن والمواطنين، فالشورى من أهم ما ترسخ في عقله وقلبه، وهو نهج ارتضاه في الحكم وأسلوب طبقه في إدارة البلاد، ووضع نصب عينيه قضية تلمس احتياجات المواطن، وكانت إحدى أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها، وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي، والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها، ويتعرف على فكر ورأي أبناء الوطن، ويقف على وجهات نظرهم والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم. منذ تأسيسه في 12 فبراير عام 1972 ومع انطلاق تجربة الاتحاد، ساهم بالتوجيه من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات يرحمهم الله في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية، استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع عبر سن تشريعات وقوانين عززت فعالية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي، مما مكن المجلس أن يكون أحد الدعام الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.
وحرص المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه منذ تسلمه زمام القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزاً لمسيرة الاتحاد وترسيخاً لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب. وتمنيت الكثير وربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر إن شاء الله. هذا اللي أنا قلته. أما اللي هم حملوا المسؤولية الرجاء منهم أنهم يلفتون نظرهم لإخوانهم وأبنائهم الذين هم الآن من خريجين ومن أقل وأصغر من الخريجين فيلفتون أنظارهم لهم حتى أنهم يتكلمون معهم ويحمسونهم لما هو موجود الآن ولما وجد وحصد من أعمالهم ومن أعمال أبنائهم وأبويهم. يعني كلمات جميلة وراسخة في نفوس كل من تربى على هذه الأرض صحيح. الجميلة كلمات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الكلمات الصادقة التي نبعت من قلبه فعلاً مبادئ لا زالت عايشة اليوم أكيد. وما زال صداها موجودا ما بين الأفراد الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة وأكيد هذه الرؤية تترجمها القيادة الرشيدة الآن ومستمرة إلى اليوم نحن مستمرين معكم مشاهدينا في برنامجنا ولكن بعد هذا الفاصل رجعنا لكم متابعين ومع فقرة عظماء من التاريخ ليالي يسعد لي مساك مرة ثانية مساء النور لكم مجددا سهام مساء وعلي مساء النور والسرور نسمع اليوم الشخصية عاد متشوقين نعم عظيمنا هذه الليلة هو شاهد آخر من شهودنا الكبار على أن هوية الإنسان إنما يصنعها الإبداع في مختلف الميادين المعرفية فهو شاعر بدرجة فيلسوف كان يؤمن بسلطان العقل هو اللبناني سعيد عقل صحيح يلا نسمع معك إن شاء الله بالتأكيد شكرا لك أهلا بكم مشاهدينا إلى عظماء من التاريخ عاش سعيد عقل قرنا بكامله هو القرن العشرين عاشه وكأنه قرنه هو الشاعر الكلاسيكي المجدد الذي لم يتخيل القصيدة يوما خالية من عروض الشعر العربي ومن جماليات البيان والبديع التي حفل بها تراث الأقدمين شاعر كبير هو بلا شك آخر الكلاسيكيين الكبار بعد رحيل رواد النهضة أحدث ثورة في شكل القصيدة العمودية في اللغة الشعرية العربية التي أدرك أسرارها باكرا وتمرس فيها حتى أخضعها صوغا وسبكا فغدت بين يديه كالذهب الخالص بين يدي الصائغ الماهر ولد سعيد عقل في الرابع من شهر تموز يوليو عام 1912 في مدينة زحل البقاعية اللبنانية وكانت طفولته مليئة بالورد في ظل أم ملاك وفي كنف والد كان نهرا من نخوة وكرم فنشأ على كثير من الحب والدلال آخذا عن أمه الطهارة وعن أبيه روح العطاء أما عن تاريخ بلدته زحل فأخذ النخوة والبطولة
وكان الله وهبه إطلالة فريدة ونبوغا أكيدا، فتمت له النعمة وبرز متفوق في المدرسة حيث بدأ دراسته حتى أتم قسما من المرحلة الثانوية، وكان يعتزم التخصص في الهندسة، إلا أنه وهو في 15 من عمره خسر والده خسارة مالية كبيرة، فاضطر الفتى أن ينصرف عن المدرسة ليتحمل مسؤولية ضخمة وأعباء بيت عريق. فمارس الصحافة والتعليم في زحله، لكنه استقر في بيروت منذ مطلع الثلاثينيات، وكتب بجرأة وصراحة في جرائد البرق ولسان الحال والجريدة وفي مجلة الصياد، ودرس أيضا في مدرسة الآداب العليا التابعة للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة وفي دار المعلمين وفي الجامعة اللبنانية. عاش صاحب قدموس في قلب القرن العشرين وخارجه في آن لم تؤثر فيه الثورات الثقافية والشعرية التي شهدها هذا القرن، ولا الحروب ولا المآسي، حتى الحداثة لم يعرها الكثير من الاهتمام، وظل يصر على عدم شعرية قصيدة النثر. كان شاعرا كبيرا مكتفيا بذاته بذائقته الأصيلة التي طالما تغذت من منابت الشعر العباسي والقرآن الكريم ونهج البلاغة وعيون المصنفات الأدبية التراثية، ناهيك عن الشعر الكلاسيكي الفرنسي. فقد دفعته حماسته لهذا الشعر إلى أن يكتب قصائد بالفرنسية موزونة ومقفاة. أما قصائده الأخيرة التي نشرها في ديوانين هما شرر ونحت في الضوء عام 2000، ففاجأت قراءه نظرا إلى طابعها العربي الصرف، وفيها استعاد ما يسمى الفحول الشعرية والبطولة وصليل السيوف. وأثبت الشاعر اللبناني في هذين الديوانين أنه شاعر اللغة العربية بلا منازع، على رغم دعوته إلى تبني اللغة اللبنانية العامية المحكية وإلى كتابتها بالحرف اللاتيني، إلا أن مشروعه هذا لم يلقى رواجا أصلا ولا صدى. سمي سعيد عقل شاعر لبنان، ومثل بحق صورة الشاعر الذي يبشر بوطنه، وطن الأرز، أرض فينيقيا وموئل الحضارات والأساطير. وكتب في هذا الحقل نصوصا كثيرة، منها كتابه الشهير لبنان انحكى. لكن لبنان سعيد عقل لم يكن واقعيا ولا حقيقيا إنجاز القول، كان لبنانه مثاليا مغاليا في خرافيته، وكانت رؤية عقل إلى لبنان موضع خلاف وسجال بينه وبين شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين اختلفوا معه حول هوية الوطن وتاريخه، لكنه لم يبالي يوما بخصومه كما بنقاده الذين شنوا عليه حملات سياسية وفكرية، بل هو لم يتراجع عن مبادئه اللبنانية يوما ما خلا مواقفه الحادة التي أعلنها مطلع الحرب الأهلية اللبنانية. كان كثيرون من عشاق شعر سعيد عقل يتمنون لو أن شاعرهم لم يخض غمار السياسة ولم يغرق في وحولها. شاعر لبناني ارتقى باللغة والشعر العربيين إلى أرقى مصاف الجمال والرفعة، هو أكبر من أن ينزل من عليائه إلى متاهة السياسة اللبنانية. لبنان الحلم لا يمكنه إلا أن يظل حلما في مخيلة الشاعر، أما لبنان الواقع فأمر آخر. لبنان قدموس ليس سوى لبنان الخيال، ولبنان القصائد الجميلة هو لبنان الشعر الطالع من عمق
عمق الوجدان، لكن شاعرا من طينة سعيد عقل كان يصعب عليه أن يظل على هامش السياسة، ولو كان يعلم أن أفكاره السياسية ستكون كلفتها باهظة. شاعر متفرد بنفسه فيما كتب من مسرحيات شعرية وقصائد متعددة الأشكال بالعربية الفصحى أو العامية، شاعر عصي على التصنيف في قلب عمارته الرحبة الأرجاء، كلاسيكي ونيو كلاسيكي، رمزي وبرناسي، رومانطقي ولكن على طريقته، غنائي ولكن بلا جرح ولا ألم ولا حزن أو شكوى. ومعروف أن شاعرنا كان يأخذ على الشعر نزعته البكائية مائلا إلى أحوال الفرح والحبور. كان سعيد عقل كل هؤلاء الشعراء ولم يكن إياهم. ترك شاعر رندل أثرا بينا في شعراء جايلوه وشعراء جاءوا بعده. سعيد عقل صنع حداثته الخاصة، حداثته النهضوية الموسيقية والإيقاعية، حداثة الشكل الكلاسيكي والنظام المضبوط والصورة الخلاقة والمجاز. أشعل في القصيدة العربية نار التحديث، فنقى اللغة من شوائبها وزوائدها، وتخطى وحدة البيت الشعري إلى وحدة البنية الكلية، وتلاعب بالبحور والقوافي مائلا إلى البحور القصيرة، ومازجا بين إيقاعات عدة أو بين إيقاعات عدة في القصيدة الواحدة. كان سعيد عقل شاعر المجد والعظمة، شاعر الطمأنينة والخلاص، شاعر الغزل العذري والحب الصافي الذي لا تشوبه شائبة. كتب عن المرأة الحبيبة والأخت والأم، ولعل هنا تكمن فرادته وخصاله أو وخصال شعره الغزلي الذي كتب فيه دواوين أبرزها رندلة وأجمل منك لا. مات سعيد عقل بعدما عاش قرنا كاملا، والظن أغلب الظن أن قراءته ستبدأ بعد رحيله، بعد رحيل الأسطورة الكبيرة التي كانها. إلى اللقاء. الله يعطيك العافية ليالي على هذه الشخصية، فعلا شخصية جميلة. متابعينا بنكمل معاكم فقراتنا وفقرة 360 درجة. مشاهدينا، وضعت وزارة التربية والتعليم 18 صنفا غذائيا ضمن لائحة الممنوعات في مقاصف المدارس الخاصة والحكومية، وحددت الأغذية التي ينصح بتناولها وأفضل الممارسات في إعداد الطبق الصحي، وذلك بهدف الحد من نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة الناجمة عن أسلوب حياة الغير الصحي. للمزيد من التفاصيل نرحب بالأستاذ وليد أنور كاوردي، معلم لغة العربية في أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. طبعا فعلا موضوع مهم جدا وخطوة جميلة من يعني وزارة التربية لهذا الموضوع. اليوم هناك نسبة كبيرة من السمنة من أمراض السكري تبدأ من سن صغير. في البداية، ما هي المعايير والإشتراطات الصحية لتداول الأغذية في المقاصد المدرسية؟ أولا، صحة الطالب هي الأساس في هذا المجال. قامت وزارة التربية بالتعاون مع جهات أخرى بإعداد مذكرة قامت بتوزيعها على كل المدارس. هذه المذكرة وضعت الأسس والروائز التي تقوم عليها عملية تناول الأغذية داخل المدرسة، بيع الأغذية داخل المقاصف. فكثير من المواد منعتها هذه الوثيقة وهذه النشرة التي وزعت على المدارس. مثلا اللحوم المصنعة، السجق أو المرتديلا، جميل، ممنوعة من عبات. أيضا كل أنواع الشوكولات أيضا ممنوعة. من الممنوعات يلي منعتها وزارة التربية أيضا تناول المشروبات الغازية داخل المدارس، جميل، إضافة إلى مشروبات القوة أو ما يسمى بالبور، هذه كمان ممنوعة من عبات، إضافة لكل ما يؤدي إلى ضرر أو سكري أو سمنة لدى الطلاب.
بمجال آخر، يعني البسكويتات المغطسة بشوكولا أو الداخل في تركيبها شوكولا كلها ممنوعة، هذه من الممنوعات. من الممنوعات أيضا كما قلت سابقا المواد المصنعة، العصائر المصنعة وليست الطبيعية، الشيبسات الشيبس والبطاطا هي مفروغ منها الأمر. أما قضية العصائر المصنعة وليس التي لا يدخل فيها الطبيعي وإنما أصباغ مع سكريات، هذه ممنوعة من أبعاد. جميل. إضافة للشيبس والبطاطا المقلية وكذا. أيضا منعت كل ما يتعلق بالدهون، أي مادة يدخل في تركيب الدهون بشكل عالي كبير جدا ممنوعة على الطلاب. فلذلك المواد اللي تدخل مدارسنا مواد صحية، منها أقولها بنسبة 99%. نعم. من المواد اللي عم تدخل وبشكل صحي الشطائر بكل أنواعها. جميل. الجبن، الزعتر، هي من المسموحات. حتى الجبن اشترطوا عليه أن يكون قليل الدسم. حلو. الحليب ولكن بشرط أن يكون طازج ومعبأ مو أكثر من شهر داخل عبوات كرتونية مغلفة من الداخل بألمنيوم. جميل. وفي مكان من أجل إدخال هذه السترو أو من أجل تناول هذا. العصائر طبيعية. جميل. العصائر الطبيعية مسموحة، العصائر الصناعية اللي هي مياه ملونة أبدا ممنوعة. المياه مسموحة. نعم. المياه بس ليست المياه المنكهة اللي دخلت لها نكهات صناعية أبدا. المياه الطبيعية المعبأة وطازجة بدها تكون. نعم. يعني لم يمضي على تعبتها حوالي 3 أشهر كأقصى حد. جميل جميل. هذه من المسموحات. أيضا عدة أمور سمحت فيها، مثلا المجففات في مدارس كثير توجد في هذه المادة، الفواكه المجففة، التين، التمر المجفف. حلو. الزبيب أو العنب المجفف، البرقوق، هاي كلها مسموح فيها. أنا شفت همبرجر بعد معاهم، هذا الهمبرجر المشوي، هذا الهمبرجر ممنوع أبدا. نعم. وهذا من الممنوعات أيضا. في قضية ممنوعة وأنا شفتها للأسف، شفتها بعيني يعني. الفلافل لأنه مقلية بزيوت الله أعلم ما هي. صحيح. الزيوت اللي عم تنقل فيها الفلافل تمنعها. هذه ممنوعات. نعم. يعني الهمبرجر، أي لحوم مصنعة بغير إشراف لا. حتى البيتزا سمحت فيها ضمن شروط أنه تكون من الخضار ويسمح بوضع الدجاج، الدجاج المسلوق أو المشوي. أما الدجاج المقلي مع الدهن المقلي أبدا ممنوع. هذه بشكل عام المسموحات والممنوعات بالنسبة للأغذية. جميل. أستاذ، كيف نقدر نثقف أو نرفع وعي الطلبة بتناولهم بالطعام الصحي؟ عظيم جدا. يعني طبعا هذا صعب أنك تقول حق ياهل أو تقنعه أنه لازم تتناول هذا الغذاء الصحي، كيف؟ هذه العملية أساسها البيت. أساس هذه العملية توجيهات الأسرة والبيت. إذا كانت الأسرة مثقفة ووعي لها الأمور هذه، سيكون لدى الطفل رادع يمنعه ذاتي، يمنعه من تناول هذه الأطعمة الضارة به. أولا كما قلت البيت، فيجب تثقيف الأسرة بالدرجة الأولى. بعد ذلك هؤلاء الأطفال، هؤلاء الشباب، هؤلاء الأبناء يمكن أن نقوم لهم بدورات، وفعلا هذا يقام حقيقة. يعني خلال العام الدراسي في هنالك محاضرات توعوية توجيهية لها الأمور، تتحدث عن هذه الأمور. كثيرا ما يقوم المشرف الصحي باستضافة طبيب تغذية، باستضافة أطباء للتحدث أو خبراء للتحدث عن مضارها، والطلاب من المستمعين والمتفاعلين. يعني ممكن الطالب يسأل والطبيب أو المختص الغذائي يجيب على الأمر. هذا بالدرجة الثانية. ثالثا كما ذكرنا سابقا، تقنين وزارة التربية للمواد الداخلي على المدارس من أجل تناول الطلاب، هذا له أثر كبير أيضا. نعم. يعني خطوة إيجابية هالأمر هذا كان له أثر إيجابي كبير على صحة الأبناء. نعم. لأنه المواد اللي غير مراقبة أو اللي المصنع منعتها الوزارة كانت تسبب أمراض. صحيح. بالدرجة الأولى أمراض مثل ما تفضل السمنة، السكري لدى الأطفال. يعني انتشر بشكل كثير كبير هالأمر هذا. فالحمد لله الأمور تسير إلى أحسن الحمد لله بشكل عام.
نعم بهذا الأمر. جميل. أستاذ ياريت لو نتكلم أيضا في جانب أن تعرف كل ما كان الأكل صحي كل ما ارتفعت يعني قيمته، هذا معروف يعني، فكيف يعني دور وزارة التربية في تحديد أسعار هذا الأكل الصحي الطازج المراقب وأنه يكون بمعايير معينة مع وضع يعني الموضوع في عين الاعتبار نتعرف أغلب الطلاب لازم يكون سعر مناسب للجميع؟ طبعاً. نعم إحنا اليوم عندنا مثلاً في شخص يقدر يدفع، في أغلب الناس يمكن ما تقدر تدفع لهذه الأطعمة الصحية، فكيف راعيتوا هذا الموضوع أيضاً؟ بالنسبة لتسعير المواد غالباً تقع على عاتق المدرسة، ليس هنالك تسعيرة محددة تأتي من قبل وزارة التربية والتعليم. هذا ما أعلمه أنا يعني في قد تسعير. قد يكون هنالك في لائحة تسعير ولكن أنا لا أعلم بها. ولكن من خلال تجربتي داخل المدرسة التي أنا أعمل بها الأسعار مناسبة جدا وفي متناول الجميع. يعني فيني أقول إنه قد تكون أرخص من السوق أيضا. المواد التي تباع أرخص من السوق. طب. يعني أنا بشوف البسكوتات المسموح فيها أو الشطائر أو كذا الشطائر. ممكن برا يبيعوها بخمسة. نعم. بالداخل المقصف المدرسي بدرهمين. نعم. فيعني إجمالا مقبولة وأسعار بمتناول الجميع. جميل. هذا بشكل عام. أما قضية اللوائح أنا ما عندي خبر فيها. نعم. حتما لازم تكون موجوده. اكيد اكيد طبعا اكيد اكيد. استاذ لو تكلمنا عن الجهات المتعاونه مع وزاره التربيه والتعليم في توفير الاغذيه الصحيه. نعم. اولا الوزاره تتابع هالامر هذا. في مدرستي يلي هي اكاديميه الفجيره العلميه. نعم. الاسلاميه هنالك عده جهات. الجهه الاولى قسم الصحه في بلديه الفجيره. دائما في زيارات الى المدارس. في مدرستنا خمسة مقاصف، مدرسة كبيرة ما شاء الله، تنتين في قسم الذكور، اثنين في قسم الإناث، وواحد في قسم روضة الأطفال. جميل. فخمس مقاصف دائما في متابعة، هي من قبل قسم الصحة في بلدية الفجيرة. ثانيا وزارة الصحة. ثالثا هنالك رقابة ذاتية من قبل المدرسة. كل مدرسة كما تعلمون هنالك قسم صحي ومشرف صحي. المشرف الصحي صباحا يقوم بجولة على هالمقاصف هي ونظافتها ونظافة العاملين وتقيدهم باللباس النظامي. يعني الكفوف بالإيدين. نعم. غطاء الرأس، اللباس الأبيض النظيف، نظافة الثلاجات نظافتها، نظافة كل شيء داخل المقصف هذا متابع. وعندنا أيضا هنالك طبيب المدرسة متعاقدة معه يأتي بالأسبوع ثلاث مرات إلى المدرسة. جميل. يتابع هذه الأمور أيضا. جميل. يتابع حالات الطلاب الصحية ويتابع الأمور الصحية في المقاصف. إضافة لوزارة الصحة أي يعني جهات كثيرة جدا تهتم وتعتني بهذا الموضوع. جميل. وتتابع هذه الأمور متابعة تماما. نعم جميل. يعني فعلا أستاذ وليد موضوع الأكل يؤثر حتى على نفسية الطالب. صحيح. حتى على يعني طريقة استيعاب للمادة. يعني أحيانا الأكل مثل خلينا نقول المشروبات الغازية اللي فيها كمية كبيرة من السكر واللي فيها طبعا مواد مضرة للجسم، ممكن تخفف من التركيز، ممكن يصاب الإنسان بقلق وهو مو بحاسس لنفسه. يعني مرة كان في فيلم لشخص ما يشرب أبدا غازات وفي شخص طبعا يشرب غازات، فسووا اختبار على الشخصين. اول ما شرب الشخص اللي ما يشرب ابدا غازات شرب يعني خلينا نقول قوطي كامل من المياه الغازيه او خلينا نقول العصير الغازي، فشربه. فسالوه بعد اللقاء ماذا تشعر؟ قال ما اشعر بشيء. قال معقوله ما حسيت فيه؟ قال لا. قال تعال خلينا نشوفك عن طريق الكاميرا. وهو قاعد يشرب يعني حركه جسمه كانت يعني قلقة، يعني ريل قامت تتحرك. نعم. قام يحرك إيده بطريقة سريعة ومربكة، لا يجلس بهدوء، ما يجلس بهدوء. صارت في ربكة داخلية في جسمه. فسبحان الله كيف هذه الأشياء تؤثر. فأكيد أنها تؤثر على الطالب ما أنه هو صغير
ما انه لازم يكون صافي الذهن ومرتاح نفسيا وعقليا في استقبال هذه المعلومات اليومية. كم هائل من المعلومات لازم يستقيها من المدرس. هذا كلام سليم جدا، وانا انصح ابنائي الطلاب والاسر، ربات الاسر وارباب الاسر، نعم، الاباء والامهات، ان وجبه الافطار وجبه اساسيه لدى الطالب. نعم، يجب ان لا يتخلى الطالب عن وجبه افطاره. صحيح. وفي المنزل لا ننتظر حتى ياتي الى المدرسه وبعد ثلاث حصص من اجل ان يتناول الافطار. صحيح. الحصص الاولى تستهلك. صحيح. من هذا الطالب، فوجبه الافطار وجبه اساسيه لهذا الشاب او هذا الطفل او هذا المراهق. فهي للاسف الشديد الكثير من الاسر تهمل وجبه الافطار. مع انها تعطي الوقود الاساسي لفهم الطالب لليوم بكامل، العقل السليم في الجسم السليم. وايضا في مشكله انا لاحظتها من خلال الفتره الطويله اللي قضيتها في التعليم، هي انه كثير من الطلاب ياتون معهم باطعمه غير صحيه. يعني كثير منهم انا ارى علب المشروبات الغازية داخل ما يأتون به من طعام. نعم. يأتون بطعام مثل ما فضلتي حضرتك، ايوه، طعام غير صحي. صحيح. ابدا يأتون به من المنزل. كما قلت بداية الحديث، الأسرة هي اساس التربية في هذا المجال. فهالامور هي يتعاون الثقافة كاملة. صحيح. يتعاون الجميع في بنائها. جميل. هذا ما أرى. جميل. لو تكلمنا عن دور اللجنة الإعلامية في الأكاديمية ونشرها لهذه الثقافة. أستاذتنا الكريمة، دائما وأبدا هنالك ندوات، أقولها بجد، سواء للمدرسين أو للطلبة، تنظمها الإدارة. بحدثكم قليلا شوي، نحن عندنا مجلس إدارة. جميل. رئيس مجلس إدارة سعادة سيف سلطان السماحي، مستشار الحاكم، دائما وأبدا يوصي الإدارة ومن يعملون في هذه المدرسة بالتوعية بشتى المجالات، كان توعية علمية للدراسات للتوعية الصحية. هالأمور هي كلها متابعة من قبل مجلس الإدارة. جميل. فالأمور كما أراها عندنا طيبة مدروسة ولها خطة يعني ومحلولة ومرسوم لها خطة، ودائما وأبدا يستضيفون سواء من الدفاع المدني أو من الشرطة للتوعية أو أطباء للتغذية يقوم بمحاضرات. هي على مدار العام ضمن خطة تضعها الخدمة الاجتماعية. جميل. بكل الأقسام، ليس بقسم الذكور أو قسم البنات الإعدادي أو الثانوي أو رياضة، بكل الأقسام هذه تنفذ. جميل. هالخطط هي تنفذ على مدار العام. يعني كثيرا ما يستضاف فرع المرور، كثيرا. نعم. ما يستضاف اطباء من مستشفى الفجيره. يعني في تعامل بين المؤسسات المجتمعيه الاخرى جدا وتجاوب. جميل. الحمد لله رب العالمين. جميل. يعني استاذ فعلا دوركم تشكرون عليه، وفعلا يعني موضوع الوجبات هذه السريعه والوجبات المضره بالصحه صارت ظاهره للاسف، فانتم تقومون بدور كبير، هي ظاهره على المجتمع بشكل عام، حتى نحن ككبار يعني لما نطلع للسوق لازم نروح برجر، لازم نروح مثلا سويت، اطباء مقصرين يعني. فانتوا قاعدين تقومون بدور كبير، وهو تاسيس ثقافه الطفل منذ الصغر ان يختار وجباته باعتناء وبشكل دقيق، وهذا التوجيه. نعم. وهذا يقع ايضا على عاتق من يهتمون بالاسره. صحيح. يعني الاسره كما قلت هي الاساس. صحيح. أكيد. وهي التي تعود هذا الابن. نعم. العادات السليمه. أكيد. نعم. واكيد من برنامج 7/7 هذه دعوه لكل الامهات والاباء يهتمون بصحه ابنائهم. أكيد. ومنذ الصغر وهم ما يعني يتهاونون في هذا الموضوع، لان انت اهتمام وجبه الافطار بالضبط. يعني وجبه الافطار وعدم التهاون في موضوع صحه الطفل. اليوم هذا الطفل يمكن اهتمامك له او اهتمامك في هذا الطفل منذ الان راح يقي الامراض. اكيد. راح يقي التعب وهو يمرض. نعم. وايضا موضوع يمكن يدخل في موضوع الوراثي، انه ايضا يورث هذا الشيء لابنائه بك في الباكر عندما يكبر. صحيح. ويورث هذا يعني التهاون في موضوع الصحه حتى لابنائه. اكيد. فيكون عندنا جيل مريض، وايضا زاد ان هذا عبء على الدوله. اليوم الدوله مصاريف تصرف العلاج. مصاريف علاج كبيره. أكيد. من ناحيه ادويه السكري والسكري فعلا. رهيب. نحن شاكرين لك هذا اللقاء، وكلمه اخيره حاب تختم فيها اللقاء. كلمه اخيره، اولا اشكر تلفزيون الفجيره واجبنا على ما يقدمه من فوائد لاهل الامارات واهل الفجيره.
فعلا مثل هذا اللقاء له انعكاسات صحية جدا وفائدة جدا للأهل. هي واحد. ثانيا أتقدم بالشكر لأكاديميتي. نعم. أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية ممثلة برئيس مجلس الإدارة على ما تقدمه للأبناء الطلاب، وأقولها بصدق. فبارك الله بكم وبالجميع. الله يسلمكم. شكرا لك الأستاذ وليد أنور كاوردي، معلم لغة عربية في أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية. أتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. شكرا. شكرا لكم. وأكيد سهام، نحن طبعا بعد هذا اللقاء الجميل وصلنا للختام. وصلنا للختام متابعين، إن شاء الله استأنستوا على فقراتنا الجميلة. نترياكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت. في أمان الله ورعايته. مع السلامة.